مشاهدينا سلام الله عليكم، أهلا بكم في برنامج الاثنتان والخمسون، والبداية مع أبرز العناوين. صحيفة حزب العدالة والبناء تتهم فضيلة المفتي بأنه يدعو الحزب إلى التراجع عن موقفه الداعم للوفاق، والمكتب الإعلامي في الدار يعتبره تلبيسا مجافيا للحقيقة وتشويها للعلماء. رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل يقول إنهم استلموا السلطة من جهة شرعية ولن يسلموها إلا لجهة شرعية، ويعتبر ما يخرج عن المجلس الرئاسي المقترح هو هراء لأنه جسم غير شرعي. عدد من أنصار مجرم الحرب خليفة حفتر يرفعون شعارات تدعو للفتنة في مدينة بنغازي، وكتيبة شهداء 17 من فبراير تثني على جهود فضيلة مفتي الديار الليبية وثباته في ظل الظروف الراهنة. أهلا بكم. قال المكتب الإعلامي لدار الإفتاء إن المفتي لم يدعو أحدا للرجوع عن الوفاق بإطلاق كما ذكرت جريدة العدالة والبناء، إنما دعا فضيلة المفتي حزب العدالة والبناء والأحزاب الأخرى أن يتخلوا عن تسمية ما ليس بوفاق وفاقا. المكتب أضاف في بيان نشر على موقع دار الإفتاء الأحد أن المفتي يناشد ويدعو إلى الوفاق الحقيقي الذي يأتي بالخير، وأنه لا يدعو إلى التراجع عن الوفاق كما أطلقته جريدة الحزب. كما أضاف المكتب نقلا عن المفتي قوله إن المشكلة لا تتعلق بمن هم في حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي في أشخاصهم، وإنما المشكل الحقيقي الذي يهدد أمن ليبيا هو في مسودة الوفاق التي لا وفاق عليها. المكتب اعتبر أن ما صدر عن حزب العدالة تشويها للعلماء اشترك فيه مع آخرين عبر قنوات فضائية يتنقل فيها ساسة ومحللون يفتحون شهية الناس على اللمز والتشكيك في مصداقية مؤسسة الإفتاء. هذا وأضاف المكتب الإعلامي لدار الإفتاء في بيانه بأن هناك 5 ملاحظات جوهرية في المسودة طلب العلماء في مجلس البحوث التابع لدار الإفتاء تعديلها، وأنه لا يجوز التفريط في أي واحدة منها لأنها الحد الأدنى الذي تحفظ به حرمة الدين والوطن. وأشار المكتب إلى محاولة البعض التهوين من هذه الملاحظات وبأنه قد تم تعديلها في المسودة الأخيرة، وتجرأ بعضهم برمي المفتي بالغفلة وبأنه أذن يردد ما يسمعه من بعض ممن حوله من الموظفين، وأنه يتكلم عن مسودة قديمة ولا يتابع التعديلات الأخيرة. وأحال المكتب من أراد الوقوف على الحقيقة إلى مواضع وأرقام الملاحظات في المسودة على صفحة دار الإفتاء. هذا ويشار إلى أن صحيفة حزب العدالة والبناء نشرت مقالا على صفحتها اتهمت فيه المفتي بأنه يدعو الحزب للتراجع عن موقفه الداعم للوفاق، بجانب عنوان آخر لها تقول فيه رئيس حزب العدالة والبناء يدعو لإنقاذ الوطن، وهو ما اعتبره المكتب تشويها للعلماء وتلبيسا مجافيا للحقيقة. أثنت كتيبة شهداء 17 من فبراير في بيان لها على دور فضيلة مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني وثباته في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. الكتيبة ثمنت جهود فضيلة المفتي في بيانها معنونة البيان للقامات في زمن الأقسام، مؤكدين على فتاوى الشيخ تبقى هي ذاتها مهما تقلبت الموازين وتغيرت السلاطين وتقلبت الأهواء حسب ما جاء في البيان. عقد مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني اجتماعا عاديا بالعاصمة طرابلس الاثنين، وقال رئيس الحكومة خليفة الغويل في كلمته الافتتاحية إن ما يعرف بالمجلس الرئاسي المقترح هو جسم غير شرعي، مؤكدا بأنه لن يسلم السلطة إلا لجهة شرعية. يجيبون الصيغة الشرعية تاعهم أو الصفة الشرعية تاعهم، إن هم ناس أقروهم سواء كان برلمان ولا مؤتمر، وإلا مثلا جهة شرعية واعتمدوهم ونسلمون تسليم شرعي وناخذهم قانون لباس إدارة، لكن ما يأتوا ويسطوا على إداراتنا ومؤسساتنا ويبدو يسيروا في الإدارة وبعض الناس أصبح تطبق. وأكد الغويل أنه استلم السلطة من جهة شرعية وأنه لن يسلمها إلا لجهة شرعية، رافضا ممارسات المجلس الرئاسي المقترح. مع ذلك لسنا حريصين على التمسك بهذه السلطة، وفي نفس الوقت مناش خليها بالعربي والليبي مناش هرطيل يقول انها يطلعوا ونطلعوا وخلاص، لا فعلا تفضل احنا استلمنا من جهه رسميه وجهه شرعيه نسلم لجهه شرعيه. واتهم رئيس حكومه الانقاذ كلا من محافظي مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبه بانهم كانوا يختلقون الازمات حسب قوله.
وبالاحرى نذكرهم يعني كمحافظ مصر المركزي وديوان محاسبه بالتخصيص، ساعدوا وساهموا ايضا في تجميد ووقوف الحكومه وخراب البلاد سميها كما هي، خلينا نقول هكي. وانتقد رئيس الحكومة ما تقوم به بعض الأحزاب والتي أدخلت المجلس الرئاسي لفرض الأمر الواقع وليحققوا مكاسب سياسية، مضيفا أنهم لم يستطيعوا المجيء بالحكومة كاملة حتى تسير الأعمال. نأتي أيضا إلى الأحزاب، أيضا كان لها دور كبير صراحة، وحزب الأخوان أو ما يسمى بحزب العدالة الآن كان له الدور الأكبر، هو وبعض أحزابه المتالفة معه في هذه التسيير، في تسييس هذه العملية السياسية. ولكن نقول لهم انكم لم تحيكوا او تحسنوا التدبير في 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 حياكتكم لهذه المؤامره السياسيه. لقد جئتم بمجلس رئاسي ولم تاتوا بحكومه تامه لكي تسير العمليه اليوميه للشغل. ولكن نقول لهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رئيس الحكومة اعتبر أن ما يصاغ من قرارات من قبل المجلس الرئاسي المقترح هو هراء ومخالف شرعا وقانونا حسب قوله. يصاغ من قرارات أو من رسائل توجه إلى بعض الوزارات أو بعض الهيئات، والبعض الآخر يقول نقر بها، هذا أعتقد يعتبر هراء، وأي واحد يلتفت لهذه الرسائل ويعمل بها يعتبر مخالف شرعا وقانونا اثنين حتى سعيين. انت تشتغل مع من انت؟ طالبت القوى الوطنية المعارضة في بيان لها كل الأطراف المتنازعة على السلطة بالاحتكام إلى الشريعة وتحقيق وفاق حقيقي أو الرحيل عن السلطة وتسليمها لجسم تشريعي جديد. القوى الوطنية المعارضة طالبت في بيانها الاثنين بتجنيب الشعب الليبي الصراعات السياسية، رافضة كل من ينتهج نهج المغالبة والإقصاء. ورفضت القوى الوطنية ما أسمتها سياسة التجويع التي يتعرض لها المواطن جراء المناكفات السياسية، مطالبة بفصل السياسة العرجاء التي تنتهجها الأحزاب عن حقوق المواطن. وأكدت القوى في بيانها على المطالبة بتوفير الحصانة القانونية للمواطن الليبي، وأن لا يسمح بالقبض على أي مواطن إلا بأمر صادر عن النيابة العامة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة. رفض حركوا بدون اسم في بيان لهم الاثنين رفض سياسات الإملاءات وفرض السياسات التي تنتهجها الأمم المتحدة، ممثلة في المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون والحالي مارتن كوبلر والأجندة الخفية لبعثتها في ليبيا حسب قولهم. وأدان الحراك نهج الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية والإقليمية في فرض اتفاق على صيغة غير توافقية ولا تنسجم مع أماني وتطلعات الشعب الليبي المسلم حسب البيان. يشار إلى أن حركة بدون اسم مكون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمستقلين تهدف على إنشاء دولة العدل والمساواة وفق البيان. قررت حكومة الإنقاذ الوطني إقفال معبر راس جدير الحدودي إلى حين قيام السلطات التونسية بتأمين وحماية المواطنين الليبيين داخل الأراضي التونسية صونا لكرامتهم. القرار جاء بعد تعرض المواطنين الليبيين في تونس لاعتداءات وإهانات من قبل مواطنين تونسيين محتجين على خلفية القبض على تشكيل إجرامي متهم بقضايا تهريب ورشوة داخل الأراضي الليبية. يشار إلى أن عدد من التجار في منطقة بنغردان قد منعوا شاحنات ليبيا محملة ببضائع تونسية من بلوغ معبر راس جدير تجاه ليبيا الخميس الماضي احتجاجا على توقف نشاطهم التجاري. قالت عضو هيئة صياغة الدستور المقاطعة اعتماد المسلاتي أن الوثيقة الصادرة عن اجتماعات إصلالة هي وثيقة ولاء وبراء للأمم المتحدة.
اللمسة التي ذكرت في تصريح صحفي الأحد أن الوثيقة الجديدة خارجة عن خصوصية الليبيين ولا تمت لهم بصلة، وأن الأعضاء الذين اجتمعوا في صلال العمانية خرجوا عن المهنية والقانون. واعتبرت اللمسة التي أن الاجتماعات المزمع عقدها في البيضاء تعد تحديا للمنطقة الغربية بالكامل، إذا ما جرى فيها مناقشة تعديل نصاب اعتماد القرارات داخل الهيئة. تجرى على إشرافها على هذه الندوة، كما أشكر أيضا الحضور الكرام. قال رئيس رابطة سجناء الليبيين في الإمارات محمد الهاشمي إن المحكمة الاتحادية بالإمارات أجلت جلسة النطق بالحكم في قضية سجناء رجال الأعمال الليبيين إلى 30 من شهر مايو المقبل. وأوضح الهاشمي في تصريح صحفي الاثنين أن المحكمة ستنظر في الدفوع التي قدمها الدفاع في مرافعات قضايا رجال الأعمال. وكشف الهاشمي عن تردي الحالة الصحية لبعض السجناء، مطالبا المنظمات الحقوقية بالضغط على السلطات القضائية في دولة الإمارات بالنظر في أوضاعهم الصحية. أدانت مؤسسة أبناء الوطن والمركز الوطني الأعلامي بمدينة غريان الحملة التي يشنها حزب العدالة والبناء من خلال أذرعه الأعلامية على دار الإفتاء وعلمائها الأجلاء حسب قولهم. وأكد البيان على النقاط الخمسة التي أوردها مفتي عام ليبيا الشيخ صادق الغرياني لتعديل الاتفاق السياسي بما يضمن للدولة سيادتها ويبعد عنها شبح القتل والخراب، مؤكدين على تمسكهم بثوابت ومبادئ الثورة المباركة وما يصدر عن دار الإفتاء وفضيلة المفتي. يشار إلى أن صحيفة الحزب اتهمت فضيلة المفتي بأنه يدعو الحزب للتراجع عن موقفه الداعم للوفاق. أصدر الاتحاد الليبي لروابط أسر الشهداء والمفقودين لثورة 17 من فبراير أصدر بيانا بخصوص الأوضاع الرهينة في البلاد، معربين عن قلقهم مما يحدث من تجاذبات سياسية وصراع على السلطة. الاتحاد طالب في بيانه كافة أطراف النزاع السياسي بعدم الزج بأسر الشهداء في خضم التجاذبات والصراعات السياسية، مؤكدين أنهم لن يسمحوا باستخدامهم للضغط على أي طرف من الأطراف الليبية. هذا وشدد الاتحاد على دعمه الكامل لجهود التوافق والمصالحة الوطنية. يذكر أن الاتحاد الليبي العام لروابط أسر شهداء ومفقودي ثورة 17 من فبراير يضم في عضويته 16 رابطة تمثل أسر الشهداء والمفقودين في ليبيا كافة. أحالت وزارة المالية بحكومة الإنقاذ الوطني أذنات صرف مرتبات القطاعات العامة عن شهر مارس لمصرف ليبيا المركزي. وزارة المالية في مراسلتها لمصرف ليبيا المركزي أحالت الأذنات بعد إتمام إجراءات مطابقتها لمنظومة الرقم الوطني. يشار إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني تمارس أعمالها بشكل يضمن توفير الاحتياجات للمواطنين. أعيد فتح طريق وادي بوضحاك جنوبي مدينة درنة بعد أن أغلقته مجموعة تابعة لما يعرف بعملية الكرمة في منطقة عين مارة لساعات بسواتر ترابية الأحد. فتح الطريق جاء بعد تدخل أعيان ومشايخ المنطقة الشرقية الذين اتفقوا مع أعيان مدينة درنة في اجتماع بمنطقة التميمي على فتح الطريق الرابط بين شرق المدينة وغربها. يشار إلى أن طريق وادي بوضحاك والحلا شهد اشتباكات بين مجلس شورى ومجاهدي درنة وقوات تابعة لما يعرف بعملية الكرامة في الأسابيع الماضية. الاثنتان والخمسون متواصلة وتتابعنا فيها بعد الفصل. إصابة سبعة مواطنين بإطلاق ناري بعد محاولة اعتراض سيارة لنقل الأموال أمام المصرف التجاري في مدينة البيضاء. Thank you.
يمكنكم متابعتنا على facebook.com/تناصح تي في أو على twitter.com/تناصح تي في، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح تي في. أهلا بكم. أصيب 7 مواطنين بالرصاص أمام المصرف التجاري بمدينة البيضاء الأحد بعد محاولتهم الاعتداء على سيارة لنقل الأموال أمام المصرف التجاري الوطني بحسب مصدر طبي بالمدينة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية البيضاء عن رئيس قسم الجراحة بمستشفى المدينة فرج بوهتيرة قوله إن 7 مصابين بينهم امرأة وصلوا إلى المستشفى صباح الأحد جراء إصابتهم بأعيرة نارية في منطقة الرجلين باستثناء امرأة التي قال إن إصابتها كانت جراء عملية دهس بسيارة نقل الأموال أثناء خروج السائق من المصرف. قامت بلدية طرابلس المركز بحملة تجفيف وتنظيف لبحيرة السرايا الحمراء القريبة من ميدان الشهداء. الحملة بدأت الجمعة في عملية شفط مياه البحيرة، ومن ثم تجفيفها وتنظيفها وإعادة تشغيل منظومة النافورة والإضاءة بها. وأضافت بلدية طرابلس أنهم بصدد الانتهاء من عملية ترصيف وصيانة محيط البحيرة. يشار إلى أن بحيرة السرايا الحمراء تعد من أهم المعالم في مدينة طرابلس، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى بعض أجزائها التي كانت تطلى باللون الأحمر. انطلقت بمنطقة الصابرية بمدينة الزاوية الأحد حملة تطوعية لتنظيف المنطقة تحت شعار الصابرية الخير، وتهدف الحملة إلى تنظيف الطريق الساحلي بالصابرية ونقل المخلفات ابتداء من مفترق الكساسبة غربا إلى نهاية الصابرية شرقا. يشار إلى أن هذه الحملة جاءت بمشاركة شباب نادي نجوم الصابرية ومؤسسة الحسن للأعمال الخيرية وهيئة السلامة ومركز الأمن الوطني بالمنطقة وقسم مرور أبو عيسى. قالت إدارة مكافحة الجريمة فرع الخمس إن أعضاءها قد تمكنوا من ضبط 7 حاويات لدى مغادرتها ميناء الخمس البحري لا تطابق محتوياتها وثائق الشحنة البحرية. وأضافت الإدارة أن الحاويات 7 كان من المفترض أن تحوي شحنة من المواد الغذائية مقابل اعتماد مستندي، إلا أن المفاجأة كانت باحتوائها على بعض صناديق الشاي وقنان مياه للشرب. هذا وكانت بعض الموانئ الليبية قد شهدت عددا من حالات التدليس في السابق باحتواء الشحنات المستوردة على أكياس من الرمل أو بضائع غير صالحة للاستهلاك في انتهاك صريح وواضح لبنود وشروط الاعتمادات المستندية المفتوحة، فيما يشتبه بأنه تهريب للعملة وغسيل للأموال. افتتح السبت بمدينة جدابية في حفل شهده عدد من الحكماء والأعيان وجمع من المواطنين المتحف الحربي للمدينة، وذلك في الذكرى 5 لتحريرها من كتائب نظام القذافي. ويضم المتحف أقساما متنوعة تحتوي على معروضات عسكرية وصورا ومجسمات ولوحات تمثل أحداثا في تاريخ جهاد المدينة وصورا وقوائم بأسماء الشهداء والمجاهدين. كان هذا الجزء الأول من 52، والجزء الثاني منها مع الزميل عبد الرحمن مرغم.